يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الصوفية ضلالهم أشد من اليهود والنصارى، أشد من وجه كما قال الشيخ، أشد من وجه، واليهود والنصارى أشد من وجه آخر. نعم. يقول فما حكمهم في الإسلام، ماذا يقال عنهم؟ حكمهم حسب ما هم عليه. من عنده شرك بالله عز وجل فهو مشرك. من خرج عن الشريعة وقال أنا ما نبحاجة للشريعة هذا كافر ضال والعياذ بالله. أما من كان عنده خطأ أخطأ، لأن التصوف ليس على حد سواء، منه ما هو أخطأ لا تصل إلى حد الكفر، ومنه ما هو كفر وضلال، فهو يتفاوت. ولكن كله غير مشروع، كل التصوف غير مشروع. نعم.